مع تقلبات المواسم، مع صيف لاهب وشتاء قارس، تستمر معاناة النازحين في اليمن الذين يعيشون أوضاعاً بائسة داخل مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات العيش. آلاف المدنيين في محافظة مأرب يجبرون على النزوح، تاركين منازلهم ومناطقهم بسبب استمرار الأعمال العسكرية وقصف ميليشيات الحوثي على مناطقهم. وكغيرهم من النازحين في اليمن، يعاني هؤلاء في مخيم السمية في مدينة الوادي شرقي محافظة مأرب قساوة في الظروف المعيشية. طردونا من الزور من مباني القصور، وحلينا فيها تحكى قديطرة في بلادنا في البلد في الروضة. والله العظيم أني غمرت غربة في هذا العين، وجاءت كتل وحمد يوم دخلت هذا العين عند البلاط، وهذا بتصل بولدي وقرمهم حولهم عادوا ممثلين قدر يجيبوهم. النازحون أكدوا أنهم يعانون في مخيمات النزوح مع قلة الدعم المقدم لهم من الجمعيات والمنظمات الإنسانية الدولية. نزحنا من روضة جهم إلى هنا للرملة، ولا معنا أوى ولا شيء مبهذلين هنا احنا وجهالنا في الرملة هذا، ولا نحصل على شيء، لا خيام ولا عجير ولا شيء، وشدودنا مرجمة وأطفالنا في الرملة. المسؤولون في مخيمات النزوح طالبوا المجتمع الدولي بالمسارعة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، ولا سيما بعد ازدياد أعداد الهاربين من المعارك في مناطقهم. في موقع السمية، هذا الموقع يعتبر من ضمن 10 مواقع في مدينة الوادي التي استقبلت النازحين الجدد منذ 1 سبتمبر إلى يومنا هذا. النزوح مستمر إلى هذه الساعة، كان قبل يومين تم إصدار تقرير من قبل الوحدة التنفيذية بنزوح أكثر من 54 ألف نازح، لكن خلال يومين هذه زاد الرقم إلى 65 ألف، ولا زالت الفرق تتبع النزوح التابعة للوحدة التنفيذية ترصد وتتبع النزوح وترفع معلومات النزوح. نوجه نداء استغاثة كما وجهناه سابقا لأكثر من مرة إلى شركاء دوليين، وبالأخص المنظمات الدولية وبالأخص منظمات الأمم المتحدة، إلى الالتفات إلى محافظة مأرب بتوفير احتياجات النازحين وبالأخص الاحتياجات الأساسية. القصف الحوثي خلف أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان في البلاد بحاجة إلى أكبر حملة إنقاذ من موت محقق وفقا لمنظمات أممية في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.